زدراستي، يعني مرحبا بالروسي، لأنه غنيتنا اليوم روسية. كاتيوشا أكيد كلياتنا سمعناها وصرنا بنعرف إنه هي مرتبطة بأغاني الحرب وخاصة بالاتحاد السوفيتي. شو قصتها؟ خلونا نعرف سوا. في كتير أقاويل وروايات عن هاي الغنية تحديداً، بس يمكن القصة اللي أكثر شيوعاً واللي أكثر العالم تتداولها هي عن فتاة اسمها كاتيوشا، وهو اسم الدلع لكثير من الأسامي البنات بروسيا مثل كاتيا، كاترينا وغيرهم. وهي عن فتاة عم تودع حبيبها الجندي اللي رايح على الحرب بروسيا، فوقفت وغنت له بعض الكلمات. راست فيتالي يابلني إجروشي، يعني وقت اللي بتزدهر أشجار التفاح والإنجار. وكملت رح ضل انتظرك ورح ضل حافظ على حبنا إلى الأبد. طبعا الغنية ما وصلت للجندي وبس، بل وصلت لكل العالم، وخاصة بعد ما غناها العديد من المغنيين الروس ولحنها مات في بلانتر. وطبعا هيك كسبنا غنية ثورية بس بنكهة فيها شوية مشاعر ورومانسية، وضلينا لهلأ عم نسمعها بكل مناسبة. هيك خلصت قصتنا لليوم. بس في دانيا.